أفهم من هذا نعم. أفهم من هذا من خلال هذا الحديث أن الولاية المطلقة دليلها وسندها ضعيف؟ لدى جمهور فقهاء الشيعة الإمامية بكل تأكيد لا يمثل هذا الرأي عند الشيعة الإمامية إلا القليل، حتى أقل من المشهور. هسه ربما المشهور نسبه معتد بها، لكن الآن في مقابل مشهور عند الشيعة الإمامية فقهاء الشيعة الإمامية يقولون بالولاية الحسبية، الولاية التي ولي من لا ولي له، الأمور ولي يعني من مالك من لا مالك له، على هذا الأمور الحسبية المتعلقة بال يعني ضوابط الناس وأحكام الناس الآخرين في مثل ما ذكرت. أما الأكثر لكن هم أيضا شيعة، أيضا هم شيعة إمامية. إيه لهم رأي، هم الشيعة قسم منهم يتبعون الرأي الأكثر. الآن مثلا المرجع الأعلى للطائفة السيد السيستاني، سماحة السيد السيستاني لا يتبنى مبدأ ولاية الفقيه العام أبدا، ولذلك حينما يطلب منه تلاحظ أنه الآن في الشارع يعني ليش بيتدخل السيد؟ يا بسيد لم يتبنى، لم يقدم نفسه مرجعا يتبنى مبدأ الولاية العامة حتى يطالب من قبل الناس بضرورة أن يكون له موقفا مبني على الإلزام والوجوب.